التوبة أمرها عظيم، والله جل وعلا يحب التائب، والله يحب التوابين، والله جل وعلا يحب المتطهرين من الذنوب. والله جل وعلا يقول عن التائبين: سارعوا إلى مغفرة ربكم جنة عرضها السماوات عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن نفسهم والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الحديث: ويل لأقمع القول، ويل لهم ثم ويل لهم، أقمع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فالعبد إذا أذنب استغفر. الله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ولا تصور الإنسان التوبة كل مفرطين، وأن الإنسان إذا أعفى لحية قصر إزارة صار هو هو ما عليه ذنوب. لا، التوبة تكون من كل شيء، من الظواهر والبواطن. اللي عنده حسد يتوب من الحسد، اللي عنده إعجاب بعمل يتوب من الإعجاب، اللي عنده رياء يتوب من الرياء، اللي عنده تقصير في حقوق الوالدين يتوب، لأن حق الوالدين فرض عليك. والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيحين حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.